نورمال ويف فورم. نبص عليها كويس، سكوير شيبد، مريحة جدا وريت كويس جدا، وزي ما تشوفين على الجنب كده الريت 16 والانتايدر سو 2 39. This is square، منظم regular، و السايز بتاعه very reasonable limit. في الهايبو فنتيليشن هلاقي ويف كبيرة قوي، سكوير كبيرة قوي، وهلاقي ريت قليل والسو 2 ابتدى يعلى. في الهايبر فنتليشن هلاقي الويف صغيرة، ريت سريعة، والانتايدل سو 2 ابتدى يقل. يبقى في الهايبو فنتليشن بلاقي ويف كبيرة، ريت قليل، انتايدل سو 2 عالي. في الهايبر فنتليشن ويف سريعة، سكوير صغير، والانتايدل سو 2 قليل. ايه هو المين يوز اوف كابنوجرافي؟ ده بيحدد لي السيفيريتي بتاع برونكيال ازمة، والعين اللي عنده هيد انجري، وفي الكارديك اريست، والتيوب كونفورميشن. في الاسماتيك بيشنت العينين بيبقى عندهم اوبستراكشن في الاوي، فالويف تبقى شارك فين، شارك فين، عامل زي شارك، شارك فين، لكن السبيس بتاعتهم تبقى ريزنبل. في المايلد ازمة الريت بيبقى سريع والشارك فين بيبقى صغير، والانتايدر سو 2 بيبقى قليل عشان فيه هايبر فنتليشن. لما يبتدي يحصل مودريت ازمة السكوير شيب تكبر، الشارك فين يبتدي يكبر، السو 2 يبتدي يعلى، والريت يبتدي يقل. يعني ايه؟ العين عنده سبير ازمة؟ لا، طول ما هو عينه سبير ازمة، طول ما هو عنده سبير ازمة هيبقى المنظر ده. العين دي عنده سبير اتاك، هتلاقي بقى الريت السايكل كبرت قوي، السي او 2 ابتدى يعلى، الريت ابتدى يقل. العين ده ات ريسك ان هيجيله ابنيا، يجيله اسبيرتي اريست. يبقى الموديول موجود على المونيتور ومتوصل بالعيان، كل المطلوب منك ثانية تبص على الانتايدر سي او 2. هي دي جريمة يا جماعة، بص على الانتايدر سي او 2، هيقول لك البرونكيال ازمة على العيان ده عنده مايلد اتاك ولا مودريت اتاك، والعيان ده خلاص هيخش منك في ريسبيرتي اريست، وفضلك اتدخل بسرعة، مش محتاج منك اي حاجة، مش تاخد منك ثانية، لان انت بتبص على المونيتور اللي قدامك وتبص على انتايدل سي او 2. ده مانداتوري ستيب، فيري سمبل، فيري ستريت فورورد، فيري هيلبفول. العيان اللي عنده هيد انجري معروف ان سي او 2 لما بيوصل من 35 ل 45 بيعمل لي فاز ريتيشن للمين سيربرال ارتري وبيحسن لي الانتركرانيال بريشر. لما باجي بعمل مانجمنت، هو حقيقة التكنيك ده اتغير شوية، لما اجي اعمل مانجمنت مفروض ارفع السي او 2 ل 35 ل 45 او من 30 ل 35 عشان يحسن لي السيربرال ارتري ويحسن لي انتركرانيال بريشر. وصل العيان ده، هو يعني اكيد اللي عنده انتركرانيال انجري ومتنيل بنيله اكيد متوصل على البنت، وممكن تعمل العيان صاحي، اعمل له هايبر فنتليشن بحيث السي او 2 بتاعك يبقى من 30 ل 35. ده هيحسن لك السيربرال برفيوجن وهيحسن لك الانتركرانيال بريشر في منتهى البساطه في الدنيا. من الاسئله المشهوره جدا لما بيجي لك عيان ونقول له والله احنا عايزين نرفع السي او 2 بتاعنا لكذا، هقول لك طب انا اعرف منين الليفل ده وصلت له؟ اعرف منين؟ الكابنوجرافي، في منتهى البساطة. لما اجي اقول للنائب بتاعي انا عايز السي او 2 في العيان ده من 30 ل 35، هيقول انا هعرف ازاي يا دكتور؟ انا هقعد كل شوية اعمل له بلاد جاز؟
انا اعرف اعمل بالس اوكسيمتري لكن ما اعرفش اقيس انتنسيتي تو. ليه ما تعرفش؟ ده مديو على المونيتور. ليه ما تعرفش؟ ده مديو على المونيتور هيقرا لك ده وهيوريك الويف فورم. لما اجي اعمل كارديك اريست واعمل ريسستيشن مفيش ريسستيشن تتعمل من غير ما اوصل عيان الانتنسيتي تو. مفيش، ما ينفعش. لان اول حاجه عشان ترجع العدد سبيد بريسنج الاقي الانتايدر سي او 2 بتاعي ابتدى يعلى. يبقى اسهل حاجه لما اجي اعمل ريسستيشن اوصل العيان ده للكابنوجرام. اول حاجه هتقولي ان العيان ده بيتحسن ان الاقي الانتايدر سي او 2 بتاعي بيتحسن. لو الانتايدر سي او 2 بتاعي بقى اقل من 10 this dying patient. لو لقيت اكتر من 30 ده خلاص عنده خف ويروح. يبقى من فضلكم مفيش حد يتعمل له سي بي ار، مفيش حد يتعمل له ريسستيشن من غير ما يتوصل بالانتايدل سي او 2. This is first step. ما ينفعش اعمل سي بي ار من غير ما اعمل واصل بالانتايدل سي او 2. واحكي عندنا دكتور اسمه بيتر رئيس اقسام الرعايه المركزه في المانيا وجي كان بيعلمنا على السي بي ار وبيعلمنا على الريسستيشن وبيعلمنا على اللانج ريكوتمنت وكان كلامه واضح صريح ما ينفعش اعمل لانج ريكوتمنت من غير ما يكون عندي انتايدر سي او 2. ما ينفعش اعمل سي بي ار من غير ما يكون عندي انتايدر سي او 2. قلت له احنا ما عندناش. اي ما تشتغلهاش. فيري سمبل. ما فيش جهاز مونيتور ما فيش في انتايدر سي او 2 انما في ممرضه بتخبي الانتايدر سي او 2 عشان ما يسرقش. والله العظيم انا اكتشفت ان كل المونيتور بتاعتنا شايلين منهم الموديول بتاع انتايدر سي او 2 عشان خايفين يسرقوا. نتيجه كده السرق. ما حدش عارف هو راح فين. انا عايز اعرف العيان ده وانا بتيبه زي بتوعنا بيقولوا كده، مش بيقولوا كده دكتور خالد؟ العيان ده وانا بتيبه ام انسايتو ولا انا في الاسوفاجس؟ بص على الانتايدر سي او 2. لو لقيت المنظر كده دي تيوب مش في مكانها، دي اوستيوجيال تيوب، يبقى سعادتك بره. بدل ما اجيب السماعه واقعد انفخ دي امبراجمنتي واقعد اسمع الاستومك. ايه؟ يمين وشمال. لو انا بصيت على الانتايدر سي او 2 شفت المنظر ده، ده العيان ده خلاص التيوب دي مش في مكانها. لما اشوف المنظر ده سكوير شيب وبعدين الاقي التيو الانتايدر سي او 2 مش متظبط، دي معناها ايه؟ معناها عندي ليكج في السيستم بتاعي، اللي في ليكج في التيوب بتاعتك. التيوب بتاعتك صغيره وفي ليك من حواليها. ظبط، غير التيوب، حط تيوب اكبر شويه. لما تلاقي المنظر كده ان السكوير ما بيكملش، ده انا عندي ليك في التيوب. ممكن تجيب لي تاني من فضلك؟ لا اطلع 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 لا اطلع اطلع وين؟ ايوه هنا سيب زي دي. لا اطلع فوق اطلع اطلع فوق اطلع فوق كمان. ايوه هنا شغلها دي. لو لقيت السكوير شيب ما بتنزلش للبيز لاين، دي معناها ان العيان خد سبونتينيوس بريزنج قبل ما السايكل تنتهي. يعني ما بيخشوش كل تايدل فوليوم، عمل ريبريزنج بسرعه قبل السايكل الاولانيه ما تنتهي.
حيث نحن في الايرا بتاعت الكوفيد، هل انتايدل سي او 2 اوف فاليو يعني الكوفيد؟ طبعا اوف فاليو. ممكن تاسس التيوب ده انسايت ولا مش انسايت؟ هتقولي فكره عن العيان ده كواجليشن، عنده بالمونر امبليزم وعنده هايبر فنتليشن ولا ما عندوش؟ الفنتليشن والريسبيريشن بتاعته اخبارها ايه؟ الريسبونس بتاعت العيان للدراج اخباره ايه؟ والريسبونس للتريتمنت اخباره ايه؟ لكن هل هيحصل تشينج في شكل الكابنوجرامز؟ لا مش هيحصل، لان وي هاف تو بوت ان كونسيدريشن ان الكوفيد از ا بروبلم اوف اوكسجينيشن، العيان هايبوكسيك ريسبيرتوري ستريس وليس مشكله كربون ديكسايد، فمش هلاقي تغيير في الكابنوجرام. خليكم بقى معايا كده. ايه دي؟ هايبو فنتليشن. برافو. ايه دي؟ ريبريزنج، ما رجعتش للبيز لاين. دي سجل تيوب. ايه دي؟ برونكيال ازم. برونك سبازم. ايه دي؟ نورمال كابنوجرام. ثانك يو فيري ماتش.